السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما انتم شايفين كده هو ده النهاردة فيديو حلو وجميل، وطبعا فيديو فرحني جدا ومختلف. يعني النهاردة احنا مش هنعمل وصفة ولا حاجة، النهاردة جاي افرجكم على الهدية اللي جاتلي. هدية جميلة طبعا وهتريحني جدا في شغل بقى العجين، ولان انا لما باجي اعجن طبعا احنا بنحب العجين، بس يعني ساعات بيتعبني شوية وايديا بتوجعني. فطبعا الهدية ديت هتريحني جدا لما اجي اعجن اي حاجة. وطبعا ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهوت، اهو الصورة دوت عجان اهو. لسه هفتح لكم بقى الكرتونة واوريكم قطع ايه القطع اللي فيه، وطبعا هقول لكم المميزات اللي فيه كمان، هقول لكم هو احسن من حاجات تانية. فطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في دعواتكم الحلوة اللي في ظهر الغيب، ولكم المثل واكثر ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. هنفتح بقى معاكم الكرتونة الحلوة ديت، يا رب كده هو ربنا يفرحكم ويسعدكم زي ما انا كده هو مفرح. نفتح كده مع بعض. معلش بقى عشان ماسكه اقرب كده كرتونه. طبعا انا بصور على الارض زي ما انتم شايفين علشان خاطر ايه، ما شاء الله كرتونه كبيره وايه مش هتيجي على الترابيزه. يعني الترابيزه عندي ترابيزه السفره، بس هتبقى عاليه عليا شويه انا بصور. خلاص ان هو بقى القطع الصغيره طبعا هي اللي في الاول زي ما انتم شايفين كده هو ان هو بس كده، ده بتاع العجين. ما اعتقد يعني انا دوت بتاع العجنة، لان انا كان عندي المضرب اللي هو الصغير اللي هو مضرب يعني بالكهرباء، بس ما كانش فيه يعني العجان او قطعة بتاعت العجان اللي بتلف لوحدها، لا كان عندي بس كده هو ده انا بمسكه بايديا. فطبعا انا عارفة ان دوت القطعة دي بتاعت ايه، بتاعت العجين كده هو. احطها كده هنا على جنب، وهنا هو ده الضمان ده بتاعه، الكتالوج والضمان مع بعض بيبقوا. فطبعا الهدية دي هتريحني كتير 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 جدا ان شاء الله، لان انا كنت كل ما اجي اعجن شوية عجين نص كيلو طبعا الواحد ايه بيشحر بينهج. خلاص ده الضمان والكتالوج بتاع العجين. ايوه هتشيها طلعي. وان هو معانا دوت بتاع ايه، ده بتاع التقليب ده ولا التاني بتاع التقليب ده بتاع التقليب. لا بس التاني دوت بتاع دلوقتي هشوف الكتالوج. لا بتاع البيض مش دوت، بتاع البيض في الويسك اللي هو الويسك اللي هو عامل زي المضرب، هو في حاجة منهم يعني ايه بتاعت التقليب، يا ده يا التاني. بس انا اعرف ان التاني ده بتاع العجن، يعني اكيد ده هو ده اللي بيقلب المكونات الجافة مع بعض عشان كل المكونات تنتزج، والتاني ده بتاع العجين. يلا بقى نطلعه دي ايدك معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهو شايفين ده الويسك، ده الويسك دوت هو ده اللي بتاع ايه، بتاع البيض دوت، او مثلا يقلب السمنه يقلب الزبده كده هو. دوت بقى العجان كده هو دوت على بعضه. يلا بس تعالي، طب تعالي طيب طب تعالي
تعالي يلا شيلي معايا ده عشان ايه، عشان ماسكه المضغ بايدي، ف نسيت فين هو، بحطها فوق الكرتونه كده عشان يشوفوا. اشيل كده بقطعها، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي بقى كده شيل معايا، بس هو المقطع دوت بيتكسر، نطلعوه هنا ونشيل هنا. طب يلا لفيه كده بالعكس، ايوه كمان لفيه كده كده هو من الجنب. لفيه لو تسيب السلك، لفي كده خلي وشه كده على ايوه كده اهو. يلا شيلي بقى الكيسة دي لنا. ماشي خليه دلوقتي عشان لسه ما قعدتش طبعا الكتالوج ولا حاجة. شايفين اهو شكله رفعي هنا طبعا اهو قدامنا اهو. انا بس شلت الكيسة منه، بس ان شاء الله لما اجي اعجن في كحك هبقى ايه، عشان لسه ما قريتش الكتالوج. هو الزرار ده اللي بيفتح المضرب كده اهو لفوق، بيرفعه لفوق وهنا هو اغطيه بقى كده عشان تشوف الباقي. هقول لكم طبعا هعجن فيه الكحك ان شاء الله، وهو هقول لكم انا وايه احنا بنعمل في الكحك ان شاء الله. وطبعا ده الحله بتاعته استلس، شايفين اهي الحله بتاعته استلس. وطبعا في الغطا اهو، الغطا بتاعه في غطا اهو من فوق علشان خاطر المكونات بتاعته ما تتبحترش بقى، مثلا لو دقيق او نشا او اي حاجه واحنا بنقلبها، او طبعا السكر البودره لما بنيجي بنقلبه طبعا بيملى الدنيا وبيحضر الدنيا جامد، او اي حاجه بقى كرم شانتي سمنه اي حاجه. فطبعا الحاجات ديت ساعات يعني ايه بتبهدل الدنيا شويه لما يكون، لان انا كان عندي المضرب اللي هو الصغير كهربا بس يعني ايه بمسكه كده بايدي، فطبعا ساعات كنت بلاقيه انا وبضرب الحاجه طبعا ما كانش فيه العجان بتاعه ولا حاجه، كنت الاقيه بقى يقعد ينطر السمنه ينطر السكر اي حاجه قدامنا. وطبعا دوت مسته في ايه، مسته ان الحله اللي استلس دي بتاعته مسندي معايا عشان ما يقعش. الحله اللي استلس ديت بتاعته، فديت ايه خلاص، فديت طبعا ديت ايه لما بنيجي نحط فيه اي حاجه سخنه، يعني مثلا زي السمنه هنحط فيها السمنه السخنه اللي بتغلي زي الكحكه قصدي، او اي حاجه اي حاجه انت مثلا القراقيش اي حاجه، طبعا دي بتتحمل الحراره عن ال عن ال عن اللي هي ايه عن ال عن الحله عن الحله اللي هي البلاستيك. طبعا البلاستيك ما بيستحملش الحراره، بس في انواع من البلاستيك بتتحمل الحراره، بس طبعا اكيد يعني في ايه في ضرر ان هو يعني مع العجنه او في العجين مع الحاجات السخنه طبعا بتبقى مضره لحاجات البلاستيك. فطبعا هنا هو دوت غطا شفاف، طبعا هجيبه لكم انا بفتحه بس بعد ما اقرا الكتالوج، بس انا الصراحه انا فرحت بيه وقلت بقى ايه اصوره لكم معايا. لسه جاي دلوقتي فقلت على طول قلت بقى ايه اصوره لكم عشان تفرحوا معايا كده زي ما انا ما فرحانه. وان شاء الله اول ما اصور قبل ما اصور الكهف اجيبه لكم بقى. احنا بنفتح الكيسه منه واحنا شغالين فيه ان شاء الله. وطبعا اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في دعواتكم الحلوه، ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. و
نختم كلامنا وسلامنا على حبيبنا محمد ابن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.